دلوقتي نروح للسوشيال ميديا ورسائل حضراتكم لأكيد نادي الزمالك وللاعبين بعد الانتصار والقادم إن شاء الله يكون أفضل. نشوف إجابات حضراتكم ورسائلكم ودعمكم للاعبتكم وناديكم بعد الفوز الأمس. نروح لعبد الوهاب. مساء الخير عليك يا محمد وعلى كل فريق الإعداد. أحب أقول لعيبة الزمالك أنتوا لعيبة رجالة وعاوزين منكم شوية روح وإصرار وخليكم على قد المسؤولية وإن شاء الله نرجع ننافس على الدوري. أشكرك يا عبد الوهاب. أنا نيرة بتقول التصميم والروح وحب الفوز سبب هام للرجوع. أتمنى الاستمرار وكل التوفيق للاعبين إن شاء الله. أشكرك. في فاطمة بتقول مساء الخير عليك يا عضة. مساء الفل الحمد لله. اللعيبة كانت في كامل التركيز وكلهم لعبوا وأدوا كويس والحمد لله على الفوز. نتمنى يثبتوا على الأداء ده ويستعدوا للقادم وإن شاء الله يعني يكون أفضل. وحابة أشكر عبد الشافي بجد هو يستاهل رجل مباراة بالتوفيق لنادينا العظيم. أشكرك يا فاطمة. محمد ياسين مساء الخير عليك يا قضاء. الحمد لله على المكسب وعودة الانتصارات مرة أخرى. ياريت نركز على معالجة الأخطاء الدفاعية ونعالجها ونشتغل على اللياقة البدنية أكتر من كده وإن شاء الله القدم أفضل. طبعا ده محمد يونس. معلش العتب على النظر يا يونس. محمد لطفي مساء الخير عليك يا قضاء. دائما متألق منور قناة الزمالك. أشكرك. كنتم رجال وكنتم على قدر المسؤولية وإن شاء الله تكون دي بداية المسار الصحيح. وتمنياتي لكل اللعيبة تكونوا على قلب رجل واحد في المباريات القادمة بخصوص في مباريات أفريقيا خالص. تحياتي لحضرتك. أشكرك يا محمد.